اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الدرس رقم 20 ليسون 20 من كورس قواعد اللغه الانجليزيه جرامر. يلا نكمل مع بعض اللي خدناه في الحلقه اللي فاتت. بنكمل زمن المضارع التام. بفكركم المضارع التام، وخدنا الكلمات الداله على الزمن فور معناها لمده، سينس معناها منذ، اوريدي بالفعل، جاست توا او حالا، ريسنتلي حديثا، ليتلي مؤخرا، how long كم المدة، yet حتى الآن، ever من قبل، never أبدا. حبيت أفكركم بس بالكلمات الدالة ونبدأ مع بعض ناخد السؤال بهل في صيغة المضارع التام. يبقى يتكون سؤال بهل في زمن المضارع التام لو ناخد بالنا الجملة في أي الجملة يعني في اللغة الإنجليزية فاعل، فهي كده فاعل وفعل ومفعول. تعالوا نضيف عليها شوية إضافات تعمل لي السؤال بهل في زمن المضارع التام. بحط في الاول هاف او هاز، وعرفنا ان ده الفعل المساعد فيرب تو هاف في المضارع اللي هو هاف وهاز بيتصرفوا او بيجوا في الاول كده في زمن المضارع التام، فبالتالي يؤدوا معنى هل. يبقى هاف او هاز بعد كده فاعل، والفعل ما ننساش انه هيبقى في التصريف الثالث، الفعل في التصريف الثالث، وبعد كده مفعول، وبعد كده علامه استفهام. مثال قدامنا اهو، هاف يو بلايد تنس، have you played tennis again، have you اي حطيت have لان قلنا have بتاخد you او we او they بياخدوا have، he او she او it بياخدوا has، فهنا have you عشان you خدت have. الفعل بقى لما جبته الفعل you، هنا الفعل played موجود في اي تصريف، في التصريف التالت. وبعد كده المفعول او مكمل الجمله يبقى have you played tennis، هل لعبت تنس. نشوف جمل على كده. طبعا اتفقنا سؤال بهل بيبدا هاف او هاز، والفعل يبقى في التصريف الثالث وفي الاخر علامه استفهام. اول جمله ناخدها مع بعض او اول سؤال، has Tom finished his exam yet، has Tom finished his exam yet، هل انهى توم امتحانه حتى الان لغايه دلوقتي، خلص امتحانه. يعني ايه توم في الامتحان فوق ووالده او والدته قاعد تحت كده، والده قاعد تحت، فبيقول ايه has Tom finished his exam yet، هو توم لسه ما خلصش امتحانه او خلص امتحانه. السؤال الثاني، has Martin ever been to Spain، هل مارتن عمره زار اسبانيا قبل كده، has Martin ever been to Spain او have Martin ever been to Spain، been او been. اوكي السؤال الثالث، have you spoken to Matthew recently، هل كلمت ماثيو مؤخرا او يعني حديثا من وقت قريب. have you spoken، have you spoken to Matthew، ماثيو اسم واحد، recently مؤخرا، يعني بقول واحد انت ايه، هو انت ما حكيتش او ما اتكلمتش مع ماثيو مؤخرا، يعني بقى لي فتره ما شفتوش، فاقول له have you spoken to Matthew recently. واخدين بالكم مضارع التام ever عمرك، كلمه ever عمرك، yet لغايه دلوقتي، خلصت وما خلصتش، هنا recently مؤخرا، يعني بسال على حاجه المفروض لسه طعمها في بقي، يعني لسه ايه. have you spoken to Matthew، هل انت كلمت ماثيو مؤخرا، يعني لسه مكلمه، تفكر الحديث. المضارع التام تملي بيعبر عن معلومه في الماضي، بس الماضي القريب قوي اللي هو لسه مرتبط باللحظه اللي انا فيها. have you finished reading the book yet، هل انت انتهيت من قراءه الكتاب حتى الان. have you finished، بقول واحد have you finished، يعني هو كان ماسك كتاب بيقرا فيه، فانا بقول له هل انت خلصت ولا لسه، فطبعا انا بسال على حاجه ممكن تكون لسه يعني كانت في الماضي ولسه شغاله لغايه دلوقتي، فبالتالي بسال في المضارع التام بسؤال بهل، ببدا بهاف او هاز، فهنا have you finished reading the book yet، have you found your umbrella، have you found your umbrella، هل وجدت الشمسيه بتاعتك، has Alice got a new job، هل أليس حصلت على وظيفه جديده. طبعا كل الاسئله دي بسالها وممكن يتقال لي اه، فبالتالي يبقى هي حصلت في الماضي ولسه لغايه دلوقتي حاصله، فبالتالي زمن ده اسمه مضارع التام. have the boys done their homework، هل الاولاد خلصوا او عملوا واجباتهم، have the boys done their homework. عايز اقول لكم حاجه، لو حد بيعمل واجب او بيعمل حاجه قدامي او بيكتب او انا بعمل ليه رقم، فعايز اقول له خلص، اقول له ايه have you finished، مش بقول له ايه are you finishing انت بتخلص، وما اقولوش كمان did you finish في الماضي البسيط،
ما بقولوش do you finish في المضارع البسيط، لا، واحد بيعمل حاجة قدامي فأنا بقول له خلصت ولا لسه، فممكن يكون خلص وممكن يكون لسه، ده بالظبط زمن المضارع التام، خلصت ولا لسه، يعني عمرك رحت ولا ما رحتش، عمرك عملت ولا ما عملتش، قابلت فلان قريب ولا ما قابلتوش. المعنى ده بالظبط هو المضارع التام. وهنا السؤال بهل، آخر جملة have the boys done their homework، هل الأولاد خلصوا وعملوا الواجب بتاعهم؟ يبقى كده خدنا جمل على السؤال بهل. شوف مع بعض كده في إجابات مختصرة، هنشوف برضو إيه أسئلة كده بالإجابات المختصرة. لو سألت حد have you finished، زي ما قلنا خلصت، هو بيعمل مثلا يعني ولد جاي من بره جعان جدا ومامته في المطبخ، بيقول لها مام have you finished، خلصتي خلصت الأكل، فهي مطلوب إيه، yes I have أو no I haven't. يبقى الإجابة المختصرة يا إما إجابة بالإيجاب أو بالنفي، yes I have أو no I haven't. Have you finished؟ Yes I have. No I haven't. Has Tom finished his exam؟ نفس الأب بتاع الحلقة المرة اللي فاتت كده، بيقول هو توم خلص الامتحان؟ فحد يقول له إيه؟ أيوه يا أنكل، yes he has أو no he hasn't. Has Tom finished his exam؟ Yes he has أو no he hasn't. Has Jane been to America؟ هل سافرت جين لأمريكا؟ يا إما هقول له yes she has أو no she hasn't. إجابات مختصرة، يا إما بيس يا إما بنو. Have you seen Ali؟ شفت علي؟ Yes I have أو no I haven't. Have you got a new neighbors؟ أو have you got new neighbors؟ هل عندكم يعني جه عندكم جيران جداد؟ Yes we have أو no we haven't. بقول have you got new neighbors؟ Yes we have. No we haven't. كده بنتعلم الإجابة المختصرة في زمن المضارع التام، yes I have أو no I haven't، yes he has أو no he hasn't، yes she has أو no she hasn't، yes we have no we haven't. شوف مع بعض برضو إجابة كاملة بقى، شوف الإجابة كاملة. غريبة شوية إن أنا بسأل في زمن المضارع التام بس ممكن أتفاجئ اللي بيجاوب عليا ما يجاوبش في المضارع التام. نشوف مع بعض امتى بتحصل الحاجات ديت. يلا بينا. السؤال الاولاني have you finished reading that book، واحد ماسك كتاب فانا بقول له ايه، هو انت خلصت قرايه الكتاب ده؟ فممكن يقول لي no I've just started it. have you finished reading that book، no I've just starting it. يعني بقول واحد انت خلصت الكتاب، بيقول لي لا ده انا يا دوب لسه حالا بادئ فيه. ف لسه حالا ديت بادئ فيه، ديت مضارع تام وش كده على طول. يبقى كده اول ما يقول لي no I've just started it، انا يا دوب لسه حالا بادئ فيه. طب السؤال التاني يبقى كده كانت في المضارع تام بس جاوبت بمعنى مختلف، لكن في المضارع التام لاني بقول لسه حالا بادئ فيه برضو المعنى مضارع تام. طب السؤال التاني has Mona completed her studies، has Mona completed her studies، هل منى كملت دراستها، انهت دراستها او دراستها؟ فاقول نو يعني حد بيقول لي هل منى خلصت الدراسه، لما سال كان متوقع الاجابه اه او لسه او بتخلص، فسال في المضارع التام. لكن الاجابه اللي بيجاوب بقى بيقول لي لا ده لسه السنه الجايه هتخلص، فعشان كده لما اتكلم في زمن المستقبل البسيط. ممكن الاجابه تبقى مختلفه عن الزمن لو انا جاوبت بمعنى تاني مش بنفس صيغه السؤال. No next year she will finish، بقول له لا next year she will finish، لا هي السنه الجايه هتخلص. طب السؤال الثالث have you waited long، بقول واحد انت استنيت وقت طويل، يعني حد مديله ميعاد فاتاخرت عليه، فقال له هو انت يعني بقالك كتير مستني، have you waited long، فانا هو لسه مستني والحدث اساسا كان في الماضي ولسه للحظة اللي أنا موجود فيها، فبالتالي بسأل في المضارع التام have you waited long، فهيقول لي yes I've been here for two hours، أيوة أنا بقالي هنا ساعتين لغاية دلوقتي. المضارع التام اهي بقالي ساعتين وقاعد لغاية دلوقتي، فده زمن المضارع التام. الجملة مختلفة بس محتاج برضو مضارع تام. نشوف الجملة اللي جاية، السؤال بيقول ايه have you spoken to Albert recently، هل اتكلمت مع ألبرت مؤخرا حديثا؟ يقول yes I phoned him last night. بصوا الإجابة، بقول له
هل انت حديثا اتكلمت او مؤخرا اتكلمت مع البرت؟ ليه خليت الزمن السؤال في المضارع التام؟ لان انا بقول ايه يعني قريب انت كلمت البرت ولغايه دلوقتي لسه مكلمه مثلا، فبالتالي سالت في مفهوم المضارع التام، فبيقول لي اه ده انا كلمته امبارح بالليل. لاست نايت ديت بقى في زمن محدد، زمن محدد ما تتحطش ابدا المضارع التام، المضارع التام ملوش زمن محدد، ده حصل من فتره ولسه لغايه دلوقتي. لكن بقول له اي فوند هيم لاست نايت، انا كلمته امبارح بالليل، لازم اجيب الجمله في الماضي البسيط. اللي يركز معايا هيفهم دي كويس قوي. Have you spoken to Albert recently؟ هل كلمت ألبرت حديثا؟ خليتها في المضارع التام. اللي بيجاوبه لي yes I phoned him last night، I phoned him last night، أنا كلمته امبارح بالليل، فبالتالي بقت فيها last night فترة محددة إمتى؟ امبارح بالليل، فبقت أكيد ماضي بسيط. الجملة الأخيرة هنا Has Fred opened the new shop؟ بسأل على واحد اسمه فريد، مش فريد يعني اسمه فريد، بقول هل هو فتح محل جديد؟ Has Fred opened a new shop؟ هل فريد فتح محل جديد؟ فاللي بيجاوب بيقول لي No he will open it next week، لا هو هيفتحه الأسبوع الجاي، فبقى في مستقبل بسيط. فلما جاوب جاوب بزمن مستقبل بسيط، هو بياخد will والمصدر، فقال لي إيه؟ No he will open it next week. يبقى الإجابة اللي مش مختصرة اللي هي بتجيلي مش من صيغة الإجابة، مش مختصرة مش من صيغة السؤال، احطها في اي زمن حسب الاجابه اللي انا بجاوبها. لان انا بجاوب حاجه حصلت في الماضي اتكلم ماضي بسيط، حاجه هتحصل في المستقبل اتكلم مستقبل بسيط، حاجه فعلا لسه حاصله حالا اتكلم مضارع تام. فبالتالي انا بجاوب ليا الحريه ان انا انشئ زمن زي ما انا عايز ما دام ما خدتش صيغه السؤال وجاوبت بيها. ودي يعني الحته دي الاذكياء، فنفسي لو كل حد شايف نفسه انت عايز تفهم الزمن ده كويس، افهم الاجابه الكامله على السؤال بهل. يلا نشوف مع بعض حاجة جديدة. قلنا الإجابة المختصرة، فكركم بيها تاني. Have you finished؟ No, yes I have. Oh, no I haven't. Has Tom finished his exam؟ Yes he has. No he hasn't. الإجابة المختصرة هنا قلنا يعني بقول من يعني مختصرة من نفس صيغة السؤال، عشان كده خدت الهاف وخدت الهاز وخدت الهاز دي وخدت الهاف دي، فعملتها كده. لكن في المره اللي فاتت كانت اجابه كامله، ما خدناش من نفس السؤال. اوكي نشوف سؤال مشهور جدا في زمن المضارع التام. سؤال مشهور جدا في زمن المضارع التام اللي هو هل عمرك عملت كذا. في اللغه العربيه عندنا بقول واحد ايه عمرك، يعني رحت مكان فلاني، عمرك قابلت ممثل الممثل دوت، عمرك سلمت على رئيس جمهوريه، عمرك مشيت في شوارع لندن، عمرك كده حلمت انك تبقى ملك، عمرك حلمت ان يبقى معاك مليونير جنيه، مليون جنيه تبقى مليونير. فكل دي اللي هي بقول واحد عمرك حلمت بكده، او عمرك عملت كده، او عمرك شفت كده. يعني اقول واحد ايه عمرك مثلا شفت حيوان الباندا حقيقي، او كلمه عمرك ديت ده سؤال في صيغه المضارع التام متوصف كده على المضارع التام بالظبط، هو اسمه have you ever. have you ever have you ever هل عمرك؟ بقول واحد ايه have you ever dreamed to be a king، عمرك حلمت انك تكون ملك؟ شايفين السؤال ب have you ever وتصريف ثالث، ده على طول مضارع تام. عشان كده لما تحب تسال واحد هل عمرك عملت كذا، هل عمرك حلمت بكذا، هل عمرك شفت كذا، السؤال ده على طول حطه بصيغه have you ever وتصريف ثالث، يعني حطه في زمن المضارع التام، وده تطبيق بسيط على الزمن. Have you ever seen a lion؟ هل عمرك شفت أسد؟ طب ده سؤال حقيقي ليكوا كده؟ هل عمرك شفت أسد؟ يعني بعدين هيقول في جنينة الحيوانات، وبعدين هيقول أنا شفت، حد يقول أنا ما شفتش. طب Have you ever played tennis؟ ممكن أسأل واحد أقول له عمرك لعبت تنس؟ ممكن واحد يعيش حياته كلها ما يلعبش تنس، فبالتالي ده سؤال واقعي جدا، هل عمرك لعبت تنس؟ السؤال الرابع Have you ever caught a thief؟ هل عمرك مسكت حرامي؟ يعني مرت في حياتك كده ان كان حرامي في بيتكو او في الشارع او في وسط الناس فانت مسكته؟ Have you ever caught a thief او have you ever، وبعد كده التصريف الثالث وباقي الجمله Have you ever caught a thief، هل عمرك مسكت حرامي؟ Have you ever driven a car، هل عمرك سوقت عربيه؟ في ناس تفضل يعني طول عمرها ما بتسوقش عربيه. Have you ever driven a car. يبقى كده قلنا السؤال بهل في المضارع التام، وخدنا كمان
تطبيق عليه have you ever اللي هو هل عمرك. عايز كده اقول لكم ما ننساش ان في ورا كل فيديو نسخة ورقية، ورا كل فيديو تحت الفيديو كده لتحميل النسخة الورقية اضغط هنا. لو دوست كده هتلاقي الفيديو ينزل عندك ورق، يعني كل الملف يبقى ملف كده ورق وملف ورقي تقدر تذاكر منه على الكمبيوتر على الموبايل، او حتى لو عندك برينتر او بتطبع بره ممكن تطبع الورق دوت وتحتفظ بملزمة للدرس اللي احنا عملناه. زائد كمان يعني انا عارف ان انتم مش هتنسونا انكم تعملوا لنا سبسكرايب لو انت مش في القناه، وهتعمل شير عشان كل الناس تشوف الفيديو تستفاد منه، ولا سيما طلبه ثانويه عامه والطلبه اللي بيدرسوا الجرامر في المدارس هيبقى ده مفيد جدا بالنسبه لهم لانه بيفهموا الزمن كويس قوي. الكورس دوت كورس متخصص في الجرامر عشان افهم الازمنه زمن زمن بكل الكلمات الداله بكل الجمل بأمثلة عديدة، ده يعني هيوفر علينا دراسة كتير قوي. فعشان كده فيد الآخرين من فضلك من فضلك، واعملي شير واعمل شير للفيديو، حتى لو انت مشترك في جروبس مش بس فيسبوك وتويتر، لكن لو مشترك في جروبس جوه الجروبس كده اعمل شير للفيديو، وده كده انت تاخد معانا الجو الثواب والأجر كمان، يبقى كده انت بتشارك معانا في الخير في اللي احنا بنعمله من خلال القناة، ويخلي ناس كتير قوي تستفاد. اعملوا لنا لايك على الفيديو لو عجبكم، وياريت تتابعونا واستنوا جديد مننا. إلى اللقاء في الدرس 21 من قواعد اللغة الإنجليزية مهندس عادل رومانو.